السنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة المحفوظات أو في المحفوظات، سنحاول حله. أربط كل بيت بالمحفوظة المناسبة. لدينا أبيات من محفوظات هما: دخان المصانع يؤذي الأنامة، إن الغذاء نعمة، ونحطم قيد الأحسان، نضلل توبتها بالشجر، في قوة الأعضاء. ولنا المحفوظات: أوقات الفراغ، بيئة سليمة، توازن غذائي. نقرأ الأول: دخان المصانع يؤذي الأنامة. نواصل: يسبب شتى ضروب السقام. أي محفوظة؟ أحسنتم، بيئة سليمة. نضبط البيت يقابله محفوظة اسمها بيئة سليمة. إن الغذاء نعمة. نواصل: إن الغذاء نعمة من خالق معطاء. غذاء جيد، التوازن الغذائي. ونحطم قيد الأحزان، موجودة في محفوظة، أحسنتم، أوقات الفراغ. نضلل تربتها بالشجر، نواصل، ونبعد عنها الأذى والضرر، أحسنتم، بيئة سليمة. نضبط. في قوة الأعضاء، نواصل، والأصل في الأكل اعتدال دون ما امتلاء، محفوظة، جيد، توازن الغذائي. كل بيت تقابله اسم الأنشودة أو اسم المحفوظة. دخان المصانع يؤذي الأنامة من محفوظة بيئة سليمة. إن الغذاء نعمة، توازن غذائي. ونحطم قيد الأحزان، أوقات الفراغ. نضلل تربتها بالشجر، بيئة سليمة. في قوة الأعضاء، توازن غذائي. ثانيا: أكمل كل بيت مما يناسبه. إن الغذاء، أحسنتم، نعمة. إن الغذاء نعمة من خالق معطاء، جيد. المصانع يؤذي الأنامة، أحسنتم، دخان المصانع. دخان المصانع يؤذي الأنامة، يسبب شتى، جيد، ضروب السقام. ونقسم وقت الراحات بين النادي والبستان. تعالوا معي أصدقاء، تعالوا معي، جيد، أيها الأصدقاء. نشد صباحا مساء، تعالوا معي أيها الأصدقاء، نشد الأيادي، جيد، الأيادي، صباحا مساء. هيا في الحاسوب، هيا، جيد، هيا نبحر. في الحاسوب نبحث عن كل، جيد، مطلوب. نراجع الأبيات: إن الغذاء نعمة من خالق معطاء، صحيح. دخان المصانع يؤذي الأنامة، يسبب شتى ضروب السقام. ونقسم وقت الراحات بين النادي والبستان. تعالوا معي أيها الأصدقاء، نشد الأيادي صباحا مساء. هيا نبحر في الحاسوب، نبحث عن كل المطلوب، عن كل المطلوب. وهكذا انتهينا من حل اختبار المحفوظات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.